يا هلا فيكم أعزائي المشاهدين من جديد. في إنجاز جديد للمرأة السعودية، فازت رائدة الأعمال السعودية الجوهر القحطاني صاحبة مشروع فيكس تاك في مشروعها المحتضن بمركز دعم وتطوير الأعمال بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بجائزة المركز الثاني على مستوى المملكة في فئة المشاريع الرائدة في أكبر مسابقة للمشاريع الناشئة في العالم. خلينا نرحب بضيفتي هنا في الاستوديو الأستاذة الجوهرة القحطاني رائدة الأعمال السعودية. مساء الخير. مساء النور والسرور. بداية احنا نقول لك ألف ألف مبروك فوزك. الله يبارك فيك. أبغى أعرف منك الفوز اللي أنت حققتيه على مستوى المملكة العربية السعودية كأول مرأة سعودية في هذه المنافسة، كيف كان بداياته؟ للأمانة المسابقة كانت أفضل من رائعة. هتكلم عنها شوي. المسابقة اسمها Get in the Ring، مسابقة تقام بشكل سنوي على مستوى العالم، فكانت هذه ثاني مرة تصير في المملكة العربية السعودية، وكنت أنا أول مشروع نسائي يشارك فيه، ولله الحمد إني وصلت إلى النهائيات. كان للأمانة شعور مرة جيد. كان فكرة إنك توصلين إلى هذه المسابقة وإنك تشاركي كان بحد ذاته إنجاز. بس حابة أصحح موضوع، أنا يعني للأسف ما فزت بالمستوى الأول، لأن في ناس كذا قاعدين يشوفون إني أنا اللي فازية بالمستوى الأول. لا، للأسف أنا المستوى الثاني. وحابة الأمانة أبارك المهندس فادي على فوزه في نفس الفئة. بس أنت الأولى من النساء يعني. أنا أول امرأة تدخل هذه المسابقة أصلاً في المملكة العربية السعودية، فكان الحد ذاته هذا إنجاز بالنسبة لي. طبعاً أكيد. طب الجوهرة، كيف متى بدأ مشروعك ومن دعمك حتى توصل أنت للفوز هذا الفوز؟ بدأ مشروعي يعني حالياً إحنا في فيكس تاك قربنا تم السنة ولله الحمد. فتحنا من حدود السنة في جامعة الأميرة نورة في محطة A4، هي عبارة عن مركز خدمات. تمام. تم احتضان مشروعي من مركز دعم وتطوير الأعمال اللي بالجامعة. ساعدوني إن نبدأ فيه، بس ساعدوني في البداية من ناحية الأوراق، من ناحية الفكرة، كانوا يعطوني جلسات تطويرية للموضوع بحيث يزيدوني أنا معرفة لفكرة البزنس، علما بأن أنا تخصصي أصلاً يعني نتورك، فشبكات فيختلف عن يعني ما قد أخذت مواد بزنس. فهم كانوا يساعدوني من ناحية البزنس. من ناحية الدعم طبعاً الفضل الأول بعد الله يروح لأهلي، إن أهلي هم اللي يساندوني في ذا الموضوع، يساعدوني إن فيكس تاج يوم الأيام بيصير حاجة، ولله الحمد الحين هذا وحنا هنا، فهذا هو الدعم اللي أنا قاعدة أحصل عليه. طيب الجوهرة، إيش هي المراحل الخاصة بهذه المسابقة حتى أنكم وصلتوا للتأهيل النهائي العالمي والمسابقة اللي حتقوم إن شاء الله في كولومبيا؟ الفكرة كانت المسابقة كالتالي. المسابقة من مدعومة هنا في السعودية من STC، من حاضنتهم إنسبايرس. فالطريقة كانت التالي، كانوا منزلين فورم تسجيل تسجلين فيه، بعد ما تسجلين فيه هم ينقوا أحسن المشاريع، كانوا مقسمين على قسمين لايت ويت وميدل ويت اللي هم مشاريع الصغيرة ومشاريع المتوسطة، فقسمونا. فبعدين بعدها بيومين ثلاثة أيام بعد ما سجلت النموذج قالوا لي يلا تعالي، خلاص أنت اخترتي من المشاريع الصغيرة. فجينا، لما جينا عند يعني أول بداية اليوم كان الساعة 12 الظهر، لقيت أن احنا 18 مشروع. فجلسنا من الساعة 12 الظهر إلى الساعة 5:30 كذا 6 المغرب، وهم يدربونا أنت كيف تتكلم عن مشروعك 3 دقائق، وتقنعين لجنة حكام كلهم مستثمرين، تقنعينهم أن مشروعك يستاهل أنهم يعطونه أنه يفوز، أنه يعطونه نظرة، أنه يشوفونه. فلله الحمد أنا تبع الجروب اللي أنا فيه من المشاريع الصغيرة كنا 8، وخسرت أنا ومشروع ثاني. لا ما شاء الله 3 دقائق بس أنكم تتكلمون عن هذا المشروع. طب كويس، هذا يدل أنه المركز دعمكم صح ولا لا؟ كيف تشوفين أنت دعم المركز اللي يطور الأعمال هذا بجامعة الأميرة نورة يعني؟ هم طريقتهم كالتالي، كل حوالي شهرين أو 3 شهور يأخذوا المحتضنات، يصلحوا لهم ورشات تدريب، يصلحوا لهم يعني يعطونهم جلسات تطويرية بشكل أسبوعي بحيث يزيدوا يعني يزيدوا ثقافة انك انت ماسكة بزنس، ما انت جالسة مثلا صلحي وظيفة عادية. فبعدها يطوروك على موضوع انك تلقي تتحدث عن مشروعك بأبسط الكلمات.
بظرف 3 دقائق يعني ما شاء الله، يعني هذا شكله يعني تدريب مكثف يعني. وغير كذا انت تفضلت في اول الحلقه انهم كانوا كمان يساعدوكم في الاوراق والاجراءات اللازمه، يعني هذا كله الطالبه او المقبله على مشاريع مستقبليه كلها تحتاجه، فالمراكز هذه كلها دعمتكم في الجامعه. ايوه صحيح. طيب كيف تشوفين مستوى ثقافه العمل الحر ومستوى دعم رائدات الاعمال النساء في المملكه؟ أنا قاعدة أشوف حالياً من خبرتي البسيطة جداً، نقول مثلاً إن حالياً كل التوجه للعمل الحر، إن يعني خلاص الناس صاروا شايلين فكرة من رأسهم إن أنا ما أبغى مكتب أجلس فيه، أنا أبغى بزنس أنا صالحه أنا حابة، يعني أنا أبغى أقوم الصبح وأنا قايم رايح المكان أنا أحبه عشان أبغى أصلح يعني أنجز في فكرة أنا أحترمها. فحالياً يعني ولله الحمد كل شبابنا كذا، يعني الأغلب يفكروا بذا التفكير إن إحنا ما نبي منصب عادي، احنا نبي نطلع بحاجه احنا مؤمنين بها. كلامك صحيح الجوهرة، بدليل انك انت الحين ضيفة عندنا وشباب صحيح. في المستقبل يعني كلها عندكم يعني اعمال يعني برزت ووصلتوا لمراكز تعتبر يعني عالية على مستوى المملكة العربية السعودية، وترشيح كمان انك تنافسون كمان شباب على مستوى العالم يعني، فاحنا من جد نهنيكم ونهني كمان الداعمين لكم كمان. جد شكرا لك وشكرا لكلماتك صراحة. وكمان انا من هنا احب اشكر كمان الجامعة، الجامعة اعطتني الفرصة اني انا اوصل الى هنا ولله الحمد. اشكر دكتورة نائلة، لأن دكتورة نائلة كانت هي المؤمنة فيه إلى الآن. دكتورة نائلة هي عبارة عن وكيلة الجامعة، فهي مؤمنة بمشروعنا مؤمنة بفكرتنا، يعني حتى قبل المسابقة بيوم كلمت دكتورة منتهى وصديقتي مشاعل الزيد، كلمتهم بحيث أن يساعدوني أني أصير أتجهز للمسابقة، والله الحمد هذا حلنا هنا. طب الجوهرة إيش هو طموحك المستقبلية؟ ومن جد كل رسالة حابة توجهيها لكل البنات اللي شايفين فيهم ممكن يبدعون في فكرة وتبدأ معهم بمشروع. أنا رسالتي لكل البنات، إذا أنت في شيء أنت مبدعة فيه مؤمنة فيه، نصيحتي لك لا تروحين تقدمين على وظيفة، اتبعي شغفك، لأن إذا أنت ما لحقتي شغفك مين بيلحقه؟ بس يعني المشكلة عندنا هنا أن البنات يتخفوا من موضوع أن الأوراق الرسمية الأشياء اللي مو عارفينها. نصيحتي أن إذا أنت شايفة أن شغفك يعني شغفك هذا أنت أمنيتك تحققينه، فالأحسن أنك تروحين تشوفين حاضنات، لأن الحاضنات ولله الحمد عندنا هنا في المملكة العربية السعودية جد يحتضن المشاريع، يعني يكبروا ويصقلونك انت يعني كمحتضنه، يضبطوا المشروع يغيروا في افكار بحيث ان المشروع يوقف الحاله. الجوهر انت حديثه التخرج الحين يعني ملك 3 شهور، نبارك لك كمان التخرج هيك. الله يبارك. طب انت حمستيني اسالك سؤال، ايش هو مشروعك المستقبلي؟ مشروعي حاليا اني انا بغير فكره كل بنت سعوديه، زي ما غيروا فكره مثلا الملابس النسائيه تباع عن قبل سيدات، فأنا ودي أغير يعني مفهوم الصيانة نفس الشيء، أن أجهزة النساء تصلح بأيدي نساء، لأن كيف أقول لك البنت ما تثق إلا ببنت زيها، وبعدين عندنا نقص كمان يتهيالي في الأيدي العاملة اللي موجودة. فهذه أنا فكرتي، أنا طموحي حاليا أني أنا أتوسع، يعني أكبر للأمانة، أنا ناديه فيكس تاج ابني، فأنا ودي أكبر ابني كذا وأخليه يوقف على رجوله، أمنيتي نشوف فيكس تاج في كل مكان صراحة. طبعا واحنا طبعا نقول لك الف مبروك ثاني مره فيك. ونتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق في المستقبل، يعطيكي الف عافيه فيك. الجوهر القحطاني رائده الاعمال السعوديه، شكرا لك. عفوا. اعزائي المشاهدين فاصل قصير لكن اكيد احنا مستمرين في فقراتنا. في سيدتي بعد الفاصل. كلية طب الأسنان بجامعة أم القرى تطلق أحدث عيادة أسنان متنقلة على مستوى الشرق الأوسط لخدمة المجتمع. أنت متفوقة معها والطموحة معها، السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي سيدة المجلات العربية.